بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا ريفت وريفت فيور. يعني ايه ريفت فيور؟ يعني بتفتح الريفت بس مبقاش ليك امكانية ان انت تعمل سيف، مالكش ان انت تعمل اكسبورت، مجرد بس ايه بتشوف الموديل. تمام، دي بتيجي مع برنامج الريفت. لو انا فتحت كده قائمة ستارت، تمام، ورحت دخلت على اوتوديسك ونزلت لحد الريفت، هتلاقي عندي ريفت 2016 وريفت فيور 2016، ريفت 2017 وريفت فيور 2017. ده بيديني امكانيات كاملة، بتعمل امبورت واكسبورت وتطبع زي ما انت عايز. انما الفيور لا، مجرد بتفتح الملف او المشروع تتفرج عليه بس، لا اكثر ولا اقل. طيب لما بفتح بتجيلي الرسالة ديت، بيقول لي انت خلي بالك انت هتفتح دلوقتي الريفت دوت على الفيور مود، بيديك كل الخصائص ما عدا ان انت مش تقدر تعمل سيف از، مش تعرف تعمل اكسبورت، مش تعرف تعمل بابلش. تمام، كل الامكانيات دي مش تقدر تشتغل عليها في برنامج الريفت فيور. فهي نسخة كده الواحد يدخل يبص على المشروع. طيب ايه الفرق بينهم اصلا؟ لو انت فتحت كده القائمة بتاعت ستارت لرسالة منيو تو ديسك ريفت، بلاقي عندي ريفت 2016 وريفت فيور 2016. طيب تعالى نبص كده، لو انا فتحت الفيور وقلت له بروبرتيز، هتلاقي ان هو بيستدعي الملف اللي هو اسمه سي بروجرام فايل اوتو ديسك ريفت ريفت دوت اكس اي لانجويج اي ان يو. تمام، انما الفيور بيبقى فيه سلاش فيور سلاش لانجويج اي ان يو، يبقى هي كل الفرق اللي هي فيور وسلاش. تمام، يعني انا لو جيت على الريفت العادي وكتبت فيه فيور سلاش هيفتحوا لي فيور، لو رحت على الفيور وشلت ديت تمام هيبقى انت كده فتحت الريفت. فهي الفرق الوحيد كلمة فيور الشرط ديت. تمام، في بعض الناس تحصل معاهم المشكلة ويلاقوا ان الريفت بيفتح معاهم فيور، فيخشوا يلغي كلمة فيور شرطة ديت وان شاء الله اشتغل بدون اي مشاكل. في حل اخر لو الريفت بيفتح معاك بالشكل دوت، ان انت تروح على السي، على اليوزر، على اسم اليوزر بتاعك، على اي بي بي داتا، على لوكال اوتوديسك ريفت، اوتوديسك ريفت 2016 او 17 حسب النسخة بتاعتك، جورنالز. تمام، دي ملفات ممكن تاخد عندك كوبي على فولدر بره، تمام، احتياطي، وتلغيهم. تمام، هو اوتوماتيك بيكونهم اول ما بيفتح الريفت، بس احتياطي يكون عندك نسخة تانية لو حصل اي حاجة وما فتحش ترجعهم تاني، بدل ما تقعد طول عمر خراب لي الويندوز والريفت وتعالى اسطبولي والكلام ده كله، يبقى معاك نسخة ولو حصل حاجة تروح مرجعها تاني.